سيارات من رمضان، وأنا أكبر واحد عند أهلي، وبدي أعيش إخواتي صغار وأملي المصروف. وتوفى أبوي من 6 سنين من بداية الأحداث، وما في عندنا أراضي ولا في شي. اضطريت إنه أشتغل هوني، صار لي من رمضان ولهلا الحمد لله عم تعلم المصلحة. نتعب بس في مقابل، بس إنه عم تعلم مع إنه مثلا دير بالي علي مع المين. باخذ الجمعة، بغسل في الجمعة واشتغل هوني.